عندما تنظر إلى الخريطة تجد الحدود اليابسة واضحة نسبياً، حيث تنتهي سلطة دولة عندما تبدأ سلطة دولة أخرى. ولكن ماذا عن المحيطات التي تقع بين هذه الدول؟ هل هذه المياه التي لا تتبع لأحد خارجة عن القانون؟ الإجابة هي لا. لكن أولاً دعونا نعرف المياه الدولية. المياه الدولية أو ما يعرف بأعالي البحار ليس لها مصطلح محدد في القانون الدولي، ولكن أحياناً يستخدم مصطلح المياه الدولية كمختصر غير رسمي للإشارة إلى المياه التي تقع خارج سلطة أي دولة. أما مناطق المحيطات التي تمارس الدول سلطتها عليها فتسمى بالمياه الإقليمية. أتت فكرة ترسيم الحدود البحرية لأول مرة في القرن 17 بعد ظهور الحاجة إلى تحقيق التوازن بين المصالح والأنشطة على البحار. قسمت الاتفاقية البحار والمحيطات إلى مياه إقليمية ومناطق تجارية ومياه دولية. وتم تطوير قانون البحار الدولي خلال القرن 20 بعد عدة محاولات، وكانت آخرها وأنجحها هي التي عقدتها الأمم المتحدة في جامايكا عام 1982، بحيث وقعت عليها أكثر من 100 دولة. لكن بقيت عدة دول ذات سواحل مواجهة للمحيطات مثل الولايات المتحدة وكولومبيا وفنزويلا وتركيا خارج الاتفاقية، فلم توقع عليها حتى الآن. ووفقاً لقانون البحار، يحق لأي دولة بحرية ممارسة السلطة على مياهها الإقليمية إلى حد لا يتجاوز مسافة 12 ميلاً من شاطئها. أما المنطقة الاقتصادية الخالصة فيمكن لأي دولة ساحلية فرض سلطتها عليها حتى مسافة 200 ميل بحري. في تلك المنطقة تتمتع الدولة بسلطات خاصة لأغراض اقتصادية فقط، منها إدارة الصيد والثروات البحرية وإنتاج الطاقة. وإذا تداخلت المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية لدولتين ببعضها، فيتعين على الدولتين الاتفاق على حدود ترسم مطالباتها. أما المياه الخارجة عن الحدود الإقليمية والمناطق الاقتصادية فهي مفتوحة أمام أي دولة، وتتمتع فيها سفن وطائرات أي دولة بالملاحة والصيد واستخراج الموارد ومد الأنابيب. لكن ماذا عن الجرائم الدولية مثل القرصنة والتهريب والهجمات والجرائم الإنسانية؟ في هذه الحالات على جميع الدول الالتزام بالتعاون لضبط القرصنة، كما يمكن لأي بلد أن يلقي القبض على القراصنة وتقديمهم للمحاكمة. يبدو هذا الأمر سهل التطبيق، لكن السفن في المياه في حركة دائمة، مما يخلق مشاكل في الاختصاص القضائي بين الدول. ويقول المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن جزءاً كبيراً من المحيطات خارج سلطة أي دولة، ولذلك فإنها لا تخضع إلى حد كبير لولاية قضائية جنائية واحدة، وهي ثغرة يستغلها المجرمون للفرار بجرائمهم. ولهذا يؤكد خبراء ومتخصصون في القانون الدولي أن ضمان السلام في المياه الدولية هو مسؤولية جماعية تتقاسمها جميع دول العالم. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.